ديريكت. دونك اليوم كما كنت نحكي في المباشر على صفحتي الرسميه، اليوم احنا قدام وكر القرضاوي، هذا الوكر المحمي من القوات الصلبه التونسيه، هذا الوكر الارهابي الذي دعا رئيسه الى العنف والى القتل والى السحل عنوه، الذي دعا رئيسه الى الجهاد، الى قتل معمر القذافي، الى تفجير النفس اذا كان ذلك بامر من الجماعه، وهذا كلام حرفي قاله يوسف القرضاوي مؤسس هذا التنظيم الارهابي. اليوم حبيت في هذه الموازنه اللطيفه والخفيفه على الشعب التونسي، ولا باش يزيد يفهم من خلالها توجهات السلطة الحالية وتوجهات الدولة حاليا يعني في تونس، اليوم يتم منع وعرقلة مسيرة سلمية قانونية للحزب الدستوري الحر، تم إعلام الجهات الرسمية بطبيعة كما شفتوا وشاهدتوا بعد إجبار الساترة على أنهم يكونوا متواجدين في نفس المكان مع قتلة سفاحين تونس وقتلة الأرواح الخونجية وملف لفهم من جبهة الخلاص، معناها يا إما احنا نكونوا متواجدين في ذلك الشارع مربعات صغيرة ويدخلوا من بعد تولي عنف بطبيعه واستفزاز، لانه شكون جايبين هما غادي؟ جايبين سيف الدين مخلوف الا ضرب نواب الحزب الدستوري الحر تحت قبه البرلمان، الناس هذيا معناها في اعلى مؤسسه سياديه ماهيش خايفه من تعنيف المراه، كو يدير في الشارع، معناها اذا كان باش تحطهم انت هذوما بجرد كروات تحديد معناها باش تسيباريهم، شنو ينجم يصير؟ دونك احنا واضحه العمليه متفاهمين شنو اللي باش ينجم يصير، باش يصير شي يقولوا من بعد مناوشات وتبادل عنف، وهاته المعارضه تهدد الامن القومي للبلاد، لذلك سيتم حل الحزب الدستوري الحر وسيتم حل جبهة ما يسمى بجبهة الخلاص والأحزاب العميلة اللي موجودة فيها، دونك بالتالي يفرغ الجو ويحلل الجو بالكده بالكده، دونك هذا هو المخطط. حينما قوبلنا بأوجوبهنا بهذا الرفض غير المباشر للمسيرة، لأنه من رفض وقفتنا في شارع حبيب بورقيبة يعلم جيدا أننا لن نقف في شارع حبيب بورقيبة في ظل تواجد التكفيريين فيه وفي ظل تواجد المريقين عن الدولة فيه، دونك توجهنا نحو قصر قرطاج وهي لا محالة، معناها ماهيش عادة غريبة على البلاد، لأنه فما برشا مسيرات تعملت وبرشا وقفات احتجاجيه تعملت قدام قصر قرطاج، دونك لهنا نحب نسال السيد الوالي اللي هو رفض شفاهيا وما كانتش عنده الجراه باش يبعث مكتوب او مراسله كتابيه للحزب اللي هو بعث له اعلام معناها وطلب للتامين معناها في مسيره في قرطاج قدام قصر قرطاج، دونك فقط تم ترويج الرفض عبر وسائل الاعلام اللي هو معناها مش طبيعي ومش قانوني وماهوش عادي، علاش خايف اذا كان انت رفضت ما تبعث لنا مكتوب، الا انت رفضت وقول لنا علاش رفضت، احنا ناخذوا اجراءاتنا القانونيه اللازمه وتنعرف نعرفوا كيفاش ندافعوا على حقوقنا، معناها ماناش ناقصين معناها في كيفيه الدفاع عن الحقوق نتاعنا، دونك لهنا بعد الرفض هذايا شنو اللي يصير؟ يصير منع المواطن التونسي من ابسط حقوقه اللي هي حريه التنقل، معناها انت مواطن يمشي للمترو باش يقص تذكره ما عندوش حق يقص تذكره خاطره دستوري، ما عندهاش تفسير اخر، يعني هنا التمييز سيغريغاسيون ما بين لي سيتويان ما بين المواطنين التوانسه عيني عينك، معناها ويخرجوا ويقولوا القيادات الامنيه اللي كانت متواجده في المحطه الصباح ولا تفرجنا عليها الناس كل على المباشر اللي هو ما يكذبش المباشر، دونك يخرجوا يقولوا وين ماشيين؟ لا ومعناها إيلوز يسالوا معناها رئيس حزب ويسالوا مواطنين عزل وين ماشيين توا؟ لا تنشاوروكم وين ماشيين؟ تنقولوا لك انا هي الادريس اللي ماشيين لها وتناخذوا الاذن ماشي لدار خالتي ماشي لدار عمتي ماشي للقهوه الفلانيه، ما رجعت نعودوا نكتبوا كتابيا بربي راني باش نمشي للمون بليزير بربي راني باش نمشي للباردو، دونك هكا شنو يحبوا هما يوصلوا البلاد؟ هذا هو اللي قاعد يصير في تونس مالوريزمون، اليوم الخوانجيه والتكفيريين مامنين محسنين مضمنين عندهم كرواتهم، البارح اعلى هرم في الدوله مشيت فقد لسلامه ولتامين المسيره نتاعهم مشيت فقد الكروات نتاعهم معناها وشفناها على معناها فضيحه بالحق والله العظيم فضيحه انه المارقين عن الدوله ولا ويجي ويقول لك انت ما عندكش ترخيص، علاش يا اخي القيادات الامنيه مع احترامي للمؤسسه الامنيه نعرفهم اعوان تنفيذ ما همش هما اللي يعطيو في التعليمات لكن يطبقوا في التعليمات، اما القيادات الامنيه اللي هي بطبيعه كانت متواجده في 2011 قبل اليوم كيفاش خولت لنفسها تسمح لانصار الشريعه وللتنظيمات الارهابيه المارقه عن القانون انها تعمل خيم مقابله انفاس وزاره الداخليه، مقابله وزاره الداخليه ونتفكروا كل المشهد هذاك نتاع الدمغجه ونتاع توزيع الملصقات ونتاع توزيع الاوراق نتاع غسيل الادمغه ونتاع الشيك اللي ريتوه الكل الا بطبيعه شفنا النتيجه نتاعو لي كونسيكونس نتاعو ذبح الامنيين، ذبح الجنود من الوريد للوريد في الشعامبي، هذا الكل يسمحوا للاخوان اللي هما عندهم المسؤوليه السياسيه لاغتيال بالعيد والاغتيال الابراهيمي ولكل الاغتيالات اللي مرت بتونس من 2011 لليوم، وقلت المسؤوليه السياسيه لانه للاسف الشديد القضاء ما حلش الملفات هذيا كوم الفو وما طلعش المسؤوليه الحقيقيه معناها من نفذ ومن دبر ومن قتل، لكن بما انهم كانوا في السلطه فهم من يتحملون المسؤوليه السياسيه على الاقل في بلاد تحترم روحها، الناس اللي كانت وزير داخليه ورئيس حكومه ينتميوا للتيار هذاك وتقع في وقتهم هما اغتيالات سياسيه بالحجم هذاك والبلاد تدخل بعضها بالشكل هذاك، الناس هذه هي اللي تتحاكم وتقف قدام القانون والبحث يجيب، هذوما اليوم هاكم مامنين اسطول من الامن بمختلف الاسلاك نتاعو
قاعد يامن ويحمي في المسيرات نتاعهم. وشفنا صباح في ستاسيون نتاع اللي كانت فيه الاستاذة ولا كانوا فيه انصار الحزب الاسطول نتاع الامن اللي كان حاضر بالمتراك. دونك هذه المعادله اللي يلزم التوانسه يعرفوها ويعيوا بها ويثقوا بها ويتاكدوا للمره الالف من توجه الدوله التونسيه اليوم. هو ضرب النفس الوطني الحر، هو ضرب كل نفس بورقيبي، هو ضرب يقول لك الى الوراء الى الوراء، ويسال في نفس الوقت على الحليب شبيه ما كانش مقطوع في الستينات. معناها باش تشوفوا انتوما الماساه، حجم الماساه اللي احنا عايشين فيها. معناها انت التوانسه كلها تعاني باش تاخذ دبوسه زيت تقوش عليك تاخذ في حشيش ولا في كوكايين. معناها انت بالسرقه ويوصي وزيت منتن اللي نسميوه زيت المنتن، هذا زيت الحاكم. معناها قبل كان اغوغو، معناها والناس كل تاخذ فيه زيت الحاكم. توا زيت الحاكم نص الليل يتمد، معناها على شكون يضحك؟ على شكون يضحك؟ شكون اللي عنده توا، شكون من المواطنين اللي حاضرين معانا يمشي الحانوت قدام داره ولا في جيتو يلقى دبوسه زيت؟ ما تلقاش دبوسه زيت، وما تلقاش السكر بالمعارف والحليب بالمعارف وكل شيء بالمعارف. معناها كيف يمدلك يمدلك بالسرقه بالتخبيه، لكن هكا باش ينجم يمدلك باكو حليب ولا باش ينجم يمدلك باكو زيت خاطرك كليون عنده. دونك هذا وين وصلنا لتونس. هذا احنا حتى ممنوعين باش نتجمروا باش نقولوه. معناها حتى باش نقولوا الكلام هذايا ممنوعين، حتى باش نوعيوا التوانسه اللي راهو سياسه الاسلاح عمرها ما كانت بالشعبويه، اللي راهو السياسات الاصلاحيه تكون بالاعتماد على الخبراء نتاع اهل الاختصاص في كل قطاع. هذا احنا ممنوعين منه، لانه كان جينا نستندوا الى الخبراء ما نمشيوش للحانوت نص الليل ونقول له عندك شي زيت يمد لي دبوس الزيت كوم بارازار بقدره قادر تكون حاضره دبوس الزيت. ما نمشيوش للمد بنقول له شنو المشكله نتاع ما في بنيش، مشكله الحليب، مشكله الحليب مرتبطه بمشكله العلفه الا وليت سومها نار ولا وليت مش موجوده. الفلاح اللي عنده بقرتين ولا ثلاثه بقرات اللي كان يعلف فيهم شكاره العلفه ب 40 دينار وليت له ب 80 دينار و 90 دينار، زعما علاش العلفه ولات ب 80 و 90 دينار؟ علاش؟ فسروا لنا علاش. خاطر اراضينا بور ملوحه والدوله ما تحبش تعطيها لاصحاب المشاريع الصغرى من خريجي الفلاحه من المهندسين نتاع الفلاحه. هي ملوحه بور الاراضي، لا الدوله لا عمرها خدمتها ولا عمرها تلفتت لها، وترفض انها تعطيها المواطن شاب خريج فلاحه يخدمها. يا سيدي قلنا لكم واقترحنا عليكم الاراضي البور المطيشه لما فيها حتى منفعه في تونس، ولا ثلاثه ارباع الاراضي التونسيه بور، معناها في عديد الولايات وعديد المعتمديات، سيبها لاصحاب المشاريع الصغرى واعمل كونفونسيون معاه 40% من العائدات نتاعها للدوله. هاتوا تلقى انت تضرب تروازونا، معناها هاتوا تلقى انت العلفه موجوده، خاطر العلفه باش مصنوعه بالقمح وبالشعير وبالسوجه وبالعبيديه، اللي هي اراضي بور وما نرضاوش ان نزرعوها بالشعير ما انت راي. الاصلاح ساهل اما ناقص اراده سياسيه. الافكار موجوده نتاع الاصلاح، الافكار نتاع بالخروج من تونس من هذا من عنق الزجاجه اللي حطونا فيه راهي موجوده، فقط لا فولونتي بوليتيك هي اللي مش موجوده. الاراده السياسيه الصادقه للاصلاح ماهيش موجوده. هذا فاش قاعده تعاني تونس باختصار شديد، ويعطيكم الصحه.